الدعم السياسي والدعم لإخواننا اللاجئين السوريين على يعني في الأردن وفي البلاد العربية. أخيرا معالي الرئيس، البرلمان العربي كيف الوضع في مصر الآن؟ مصر قادرة على أن تخرج من هذا المأزق. نحن نؤمن جدا بكفاءة الشعب المصري وقيادة الشعب المصري. الشعب البرلمان العربي لا يدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولكن نحن نترك هذه إدارة هذه الأزمات والشؤون لأصحاب البلد، ونحن مطمئنين على أن هناك تغير يعني سوف يؤدي إلى أمن قومي عربي مشترك، لأن مصر نحن نحافظ على مصر وندعم مصر، لأن مصر الركيزة للأمن في المنطقة بصورة عامة. الدعم العربي لمصر، وأخيرا كان الدعم الإماراتي، هل البرلمان العربي له دور في يكون ده قضية عربية؟ البرلمان العربي لا يخطف الأضواء، والدول العربية ساهمت بدور جبار للوقوف خلف الشعب المصري، ودولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة بقيادتها الحكيمة وبشعبها الطيب الذي يعني منذ نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات العربية والإماراتية المصرية متميزة، وكل يعني أبناء الخليج بصورة عامة يعني لهم حضور في حب مصر وحب الشعب المصري بصورة عامة.